جزاكم الله خيرا. ما صفة سجود الشكر وماذا يقال فيه؟ وهل يجب على المرأة أن تتغطى لسجود الشكر كما تتغطى للصلاة؟ سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو زوال نقمة عامة أو خاصة، وذلك بأن يسجد على الأرض كسجود الصلاة ويقول فيه سبحان ربي الأعلى كما يقوله في سجود الصلاة، ويدعو بما تيسر كما يدعو في سجود الصلاة. والمرأة إن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها وشعرها عنهم لا من أجل السجود، وإنما من أجل الستر لعورتها، لأنها كلها عورة عند الرجال غير المحارم. أما إذا كانت خالية أو عندها محارم أو نساء فلا يشترط لسجود الشكر أن تغطي رأسها، لأن سجود الشكر ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة لا يأخذ أحكام الصلاة. نعم.